إن شاء الله درس اليوم سيكون عن كيفية تفصيل وخياطة هذا الفستان اللي راح يصير على هذا الشكل. لإنجاز هذا الموديل يجب استخدام باترون مجسم. بالنسبة لي سأقوم باستخدام باترون الإنجليزي. قمت بطي الباترون على اثنين، سأقوم بإعادة رسم الأمام والخلف. أقوم بتحديد منتصف الظهر، ابتداء من منتصف الظهر أقوم برسم خط إلى حافة الإبط بهذا الشكل. بطريقة أقوم بإنجاز كوم راجلون بهذا الشكل. هنا بالنسبة بداية الرقبة أقوم برسم شكل منحنى ثم حافة الإبط بهذا الشكل. هنا منتصف الظهر راح أقوم بحذف هذا الجزء. راح أقوم كذلك برسم منتصف الأمام. بدءا من منتصف الرقبة راح أقوم برسم خط مستقيم بهذا الشكل إلى حلبة الإبط. راح أقوم بحذف هذا الجزء. بالنسبة للجهة المقابلة راح أقوم بتحديد نفس طول الجانب مع نصف الرقبة بهذا الشكل ثم رسم الكم غادلون بهذا الشكل. راح أقوم بوضع الباترون بهذا الشكل التثبيت بالدبابيس، ثم راح أقوم برسم الكم تحديد نفس شكل الرقبة ورسم هذا الخط المائل بهذا الشكل. أقوم بوضع هذا الجزء حتى أقوم بحساب الطول الكلي للكم 60 سنتيم بهذا الشكل، ثم رسم خط يمثل زاوية قائمة ثم إيصال النقطتين بهذا الشكل مع تحديد محيط الإسوارة. هذا الجزء الخاص بالأمام صار جاهز بالنسبة للكم راجلون بهذا الشكل. أقوم بنفس العملية بالنسبة للخلف. يجب رسم خط مستقيم بهذا الشكل ثم تحديد طول الكم ونفس محيط الإسوارة بهذا الشكل. هذا الباترون خاص بالخلف، ثم راح أقوم بحذف هذا الجزء. هذا الجزء خاص بالخلف بينما هذا الجزء خاص بالأمام. القطعتين الخاصة بالكم راح أقوم بوضعها بهذا الشكل مع بعض، تحديد نفس الطول ثم تثبيت بشريط لاصق حتى أقوم بالحصول على قطعة واحدة للكم.
أقوم بتحديد خط الكوع بهذا الشكل، ثم راح أقوم بتقسيم هذه الأجزاء إلى جزئين متساويين بهذا الشكل، ثم راح أقوم بقص الباترون إلى المنتصف ثم بهذا الشكل. أقوم باستخدام ورق جديد ثم تحديد المنتصف بهذا الشكل، وضع منتصف الكم بهذا الشكل مع منتصف الباترون، ثم توزيع المسافات. يمكن للفراغ أن يصل ما بين إلى 8 أو 10 سنتيمات بين كل قطعة. ثم راح أقوم برسم شكل منحنى بهذه الطريقة، ثم رسم شكل الكم بهذه الطريقة مع ترك مسافة 2 سنتيم في هذا المكان. بالنسبة للأمام راح أقوم بتصريف مكان الباسة إلى هذا الخط، هنا تحديد نفس مستوى الباسة هذه النقطة، ثم الجانب إلى الباسة الثانية بهذا الشكل. راح أقوم بقص هذا الجزء ثم تصريف هذا الجزء إلى هذا المكان بهذا الشكل. هنا أيضا راح أقوم بقص هذا الجزء بهذا الشكل، وكذلك المنتصف بهذه الطريقة. البنسة الثانية راح أقوم بوضعها بهذا الشكل. بهذه الطريقة أقوم بالحصول على أماكن الطيات بالنسبة للأمام. بالنسبة للجزء السفلي أو التنورة راح أقوم برسم نفس شكل الباترون، سيكون خط مستقيم لتحديد الطول الكلي، أي نفس عرض الأوراق هو عرض أسفل القطعة. بالنسبة للأمام راح أقوم بطي الباترون على 2 بهذا الشكل، ثم رسم الأمام. عرض الأوراق هو نفس عرض الطول الكلي. راح أقوم بإعادة رسم الأمام مرة أخرى، دائما طي الباترون على 2.
الآن راح أقوم بوضع هاتين القطعتين مع بعض أو على بعض بهذا الشكل. هنا راح أقوم بتحديد بنسة الخصل في الجهة المقابلة بهذا الشكل. ثم راح أقوم بوضع الباترونين على بعض بهذا الشكل. راح أقوم بتحديد هذا الخط أي المنتصف بهذا الشكل، ثم راح أقوم برسم شكل منحنى بالكيرف بهذه الطريقة. بالنسبة للجهة المقابلة بهذا الشكل، راح أقوم بتحديد هذه النقطة إلى مستوى الأوراق، ثم بالكيرف راح أقوم برسم شكل منحنى بهذا الشكل. راح أقوم بنسخ هذا الجزء بهذا الشكل. هذه القطعة السفلية للتنورة، راح أقوم بقص هذا الجزء. بالنسبة للقطعة العلوية للتنورة، راح أقوم بقص هذا الجزء بهذا الشكل. الآن راح أقوم بتحديد خطوط الطيات بهذا الشكل. راح أقوم بقص الباترون بين كل طية، راح أقوم بترك 4 سنتيمات بهذا الشكل. بالنسبة لبانسة الخصل، راح أقوم بغلق هذه البانسة بهذا الشكل. بهذه الطريقة سأقوم بالحصول على شكل طية. نفس العملية بالنسبة لهذه البنسة الثانية. راح أقوم بتحديد شكل الطيات. راح أقوم بقص الباترون بهذا الشكل. كل قطع الباترون صارت جاهزة. بالنسبة للباترون الأمام، نفس العملية مع عمل شكل طيات ثم قص الباترون. قمت بإنجاز
هذا المقاس كما تلاحظون هو صغير جدا، لم يكن ظاهرا عند تسجيل الفيديو، لذلك سأقوم بإعادة نفس الشكل لكن هذه المرة بمقاس الباترون السابق حتى أتمكن من إعطائكم فكرة عن كيفية عمل هذه الطيات. القماش سيكون على واحد، ثم راح أقوم بتثبيت قطعة الأمام بهذا الشكل بالدبابيس وترك سنتيم واحد حق الخياطة، ثم قص بهذا الشكل. هنا عندي شكل منحنى، للحصول على تشطيب مثالي يجب تفصيل الفيسين لهذه القطعة بهذا الشكل، سيكون عرض الفيسين هو 4 سنتيمات بهذا الشكل. هذه القطعة خاصة لتشطيب هذه الفتحة بشكل منحنى، أنا راح أقوم بتفصيل القطعة الثانية للأمام دائما مع ترك سنتيم واحد. بالنسبة للخلف راح أقوم بطي القماش على اثنين بهذا الشكل، هنا منتصف الظهر مكان السحاب بهذا الشكل، يمكن كذلك عمل السحاب على الجانب، تبقى فقط مسألة اختيارية. بالنسبة لي سأقوم بترك مكان السحاب في المنتصف. راح أقوم بترك هذا الجزء مغلق وفتح فقط 30 سنتيم بهذا الشكل، هنا مكان تركيب السحاب حتى لا يظهر شكل القماش مفتوح داخل الفستان. هنا أيضا عندي شكل منحنى، يجب تفصيل الفيسين لهذا الجزء. دائما عرض الفيسين يكون 4 سنتيمات للحصول على تشطيب مثالي لهذه القطعة.
أنه عندي سحاب في ملتصق الظهر راح أقوم بقص الباترون الخاص بالجزء العلوي إلى جزئين بهذا الشكل، ثم تفصيل كل قطعة على حدة مع ترك 3 سنتيمات حق السحاب. هنا أيضا للحصول على تشطيب مثالي على مستوى حردة الإبط يجب تفصيل الفيسين بهذا الشكل. العرض دائما يكون 4 سنتيمات. نفس العملية بالنسبة للأمام. الآن راح أقوم بخياطة منتصف الظهر. بالنسبة لهذه القطعة السفلية للأمام راح أقوم بتثبيت الفيسين بهذا الشكل على وجه القطعة والخياطة هنا على سنتيم واحد. نفس العملية بالنسبة لقطعة الأمام الثانية، راح أقوم بخياطة الفيسين مع القطعة على سنتيم واحد. هنا عندي شكل منحنى، راح أقوم بعمل قصة صغيرة حتى أتمكن من قلب الفيسين. بهالطريقة أتمكن من الحصول على تشطيب مثالي لفتحة التنورة دون عمل الخياطة أو ظهور الخياطة على وجه القطعة. راح أقوم بنفس العملية بالنسبة للقطعة الثانية للأمام بهذا الشكل. بالنسبة للجزء العلوي الأمام كذلك راح أقوم بخياطة الفيسين بهذا الشكل. نفس العملية بالنسبة للظهر.
راح أقوم بكي القطع بهذا الشكل. بالنسبة لي لتثبيت الفيسين يمكن الخياطة بالإبرة والخيط، أو عمل هذا الفيزلين أو هذا الشريط اللاصق لتثبيت القطعة بهذا الشكل وعدم ظهور الخياطة على وجه القطعة بهذا الشكل. راح أقوم بنفس العملية على باقي القطع. لاحظوا معي شكل القطعة ممتاز وبدون أي كشكشة أو أخطاء في الخياطة. دائما عند وجود منحنى أو شكل دائري يجب تفصيل الفيسين وتثبيت القطعة بهذا الشكل للحصول على تشطيب مثالي لشكل دائري. لاحظوا معي شكل الفتحة ممتاز وبدون أخطاء. الآن راح أقوم بعمل شكل الطيات على قطعة الأمام بهذا الشكل. هنا فقط للتأكد من الصورة اتجاه الطيات سيكون إلى الأعلى بهذا الشكل. هنا قمت بالتأكد من شكل الطيات إلى الأعلى بهذا الشكل. راح أقوم بتثبيتها بالدبابيس.
يمكن تثبيت القطعة بالإبرة والخيط بهذا الشكل باليد. هنا راح أقوم بتفصيل قطعة من القماش لتثبيت هذه الطيات على هذا الجزء من القماش بهذا الشكل. راح أقوم بتثبيت الطيات باليد بالإبرة والخيط بهذا الشكل. لتثبيت هذه الطيات راح أقوم باستخدام هذا الجزء من القماش بهذا الشكل، ثم سحب هذه الطية بهذا الشكل وتثبيتها بالإبرة والخيط. بالنسبة للجزء العلوي للأمام راح أقوم كذلك بتثبيت أماكن الطيات بهذا الشكل. هنا قمت فقط بتثبيت الجزء السفلي أي على مستوى الخصر فقط بالإبرة والخيط، بينما هذا الجزء قمت بتثبيت القطعة ككل. هنا أيضا راح أقوم بتفصيل قطعة من القماش لتثبيت الطيات عليه بهذا الشكل. لتثبيت الطيات على القطعة راح أقوم باستخدام هذا الشريط اللاصق بهذا الشكل، ثم وضع قطعة القماش بهالطريقة، ثم الكي. بهالطريقة أتمكن من تثبيت الطيات في مكانها الصحيح دون الخياطة. راح أقوم بسحب هذا الخيط، لاحظوا معي شكل الطيات ممتاز. بالنسبة للتنورة راح أقوم بكي الطيات حتى تأخذ مكانها الصحيح. ثم راح أقوم بسحب الخيط، لاحظوا معي كيف يصير شكل الطيات ممتاز. الآن راح أقوم بوضع الشريط اللاصق بهذا الشكل، ثم تثبيت قطعة القماش حتى تأخذ الطيات مكانها الصحيح.
هكذا يصير شكل الطية. تلاحظوا معي في مكانها الصحيح ولا تتحرك. نلحقهم بوضع قطع الأمام مع بعض، هذه القطعة في الأسفل بهذا الشكل، ثم قطعة الطيات في الأعلى. يمكن تثبيت الجانب مع بعض حتى يأخذ مكانه ولا يتحرك، أي الخياطة على هذا المستوى. وكذلك الخياطة على هذا المكان لتثبيت القطعتين مع بعض. إذا كان هناك أي زيادة يمكن حذفها بهذا الشكل للحصول على شكل منحنى خاص بالأوراق بشكل ممتاز وبدون أي زيادة. الآن حقوم بتثبيت قطع الأمام والخلف مع بعض. الجزء السفلي للفستان صار جاهز. قطعة الأمام والخلف مكان تركيب الكم بهذا الشكل، هنا مكان تركيب الكم بهذه الطريقة. بينما هذه الأماكن قمت بعمل الفيسين، أي قمت بالتشطيب بهذه الأجزاء. هنا راح أقوم بتثبيت الكم مع القطعة بهذا الشكل والخياطة على سنتيم واحد. الخياطة تكون مباشرة على هذا المكان، كذلك بالنسبة للجهة المقابلة الخاصة في الأمام بهذا الشكل. بالنسبة للأمام راح أقوم بترك سنتيم واحد من الكم بهذا الشكل. هكذا يصير شكل الكم عند الخياطة. باستخدام الإبرة والخيط راح أقوم بجمع هذا الجزء الخاص بالكم للحصول على كشكشة بهذا الشكل. قمت بسحب الخيط ثم راح أقوم بتثبيت بهذا الشكل.
هنا جانب الأمام راح أقوم بخياطة مع جانب الخاص بالخلف على سنتيم واحد. شكل القطعة على المانكا ممتاز وبدون أي أخطاء. الآن راح أقوم بطي الكم بهذا الشكل والخياطة على سنتيم واحد. الآن راح أقوم بخياطة الجزء العلوي مع الجزء السفلي على مستوى الخصر. وهنا مكان السحاب راح أقوم بتثبيت القطعة بهذا الشكل وتأكد من أن كل شيء في مكانه صحيح. بالنسبة للرقبة راح أقوم بتثبيت هذا الشريط بهذا الشكل. البداية ستكون من منتصف الظهر بهذا الشكل. وهكذا يصير الشكل النهائي لهذا الفستان.